الله أكبر الله أكبر. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن صار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا. أيها الأحباب الكرام، حياكم الله جميعا وأحياكم، وطبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم الحليم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم الطيب المبارك ومع هذه الوجوه المتوضئة بنور الإيمان، أسأله جل وعلا أن يجمعني وإياكم دائما وأبدا على السمع والطاعة والإيمان والتقوى، وأن يجمعنا يوم القيامة مع سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عليه الصلاة والسلام في دار مقامته ومستقر رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آمين. أحبابي الكرام، إن رمتم من التآخي ائتلافا، ومن التمكين والعز ازدلافا، ومن ثواب الرحمن جنات الفافا، فعليكم بتقوى الله قولا وعملا واعترافا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. أيها الأحباب الكرام، حديثي إليكم اليوم إن شاء الله عز وجل في هذا اليوم الطيب المبارك تحت هذا العنوان فضل السجود، من العبادات العظيمة، بل من أجل وأرفع وأعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا كثرة السجود. هذه العبادة العظيمة التي يتجلى فيها التذلل والانكسار والافتقار إلى العزيز الغفار، بحيث أن الإنسان أعظم ما في هذا الجسم ألا وهو الوجه يتذلل به لربه سبحانه وتعالى ويمرغه في التراب تذللا وانكسارا وافتقارا إلى الله عز وجل. وكثرة السجود أيها الأحباب الكرام بين يدي الله عز وجل دليل على محبة الله عز وجل، بل هي من صفات الصالحين، من صفات الأولياء والأخيار في كل زمان ومكان، كثرة السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. السجود أيها الإخوة ذكره الله عز وجل في كثير من المواطن القرآنية، وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضله وفضائله وفوائد السجود لله رب العالمين. قال جل وعلا في كتابه الكريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. تأملوا معي هذه الآية القرآنية، وهو أن الله عز وجل سبق أو تحدث الله سبحانه وتعالى عن السجود قبل الركوع، مع أن الركوع سابق على السجود. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى السجود قبل أن يذكر الركوع، مع أن الركوع من حيث الترتيب سابق على السجود؟
هذا الترتيب أيها الإخوة، أو أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن السجود قبل أن يتحدث عن الركوع، لما للسجود من مكانة، لما له من مرتبة، والتقديم هنا تقديم مكانة ومرتبة لا تقديم مكان. التقديم في هذه الآية تقديم مكانة ومرتبة لا تقديم مكان. فالله سبحانه وتعالى حتى ينبهنا ويبين لنا الله سبحانه وتعالى قيمة السجود، تحدث الله عز وجل عن السجود قبل أن يتحدث عن الركوع. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. عند توارد الهموم وتزاحم الغموم وكثرة المشكلات لا يجد العبد ملجأ وملاذا إلا السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالسجود أيها الإخوة روضة المشتاقين ونزهة العارفين وبستان المتقين، وإليه يلجأ المؤمنون الصادقون، لا سيما عند نزول الكربات والآلام والأحزان. أيها الأحباب الكرام، سنذكر إن شاء الله عز وجل في هذا السياق بعض فوائد وفضائل السجود. السجود له فضائل وله فوائد عظيمة جدا. نحن أيها الإخوة حينما نتحدث عن السجود فليس هو ذلك السجود الذي نسجده نحن، لأننا نسجد بأجسامنا ولكن عقولنا في واد وقلوبنا في واد. أما السلف الصالح سجودهم يسجدون بأعضائهم وقلوبهم وعقولهم لله سبحانه وتعالى. فالمسلم لا يمكن له أن يجد لذة السجود إلا إذا سجد لله سبحانه وتعالى بأعضائه وقلبه وقالبه. السجود له لذة عظيمة، السجود له لذة، لكن هذه اللذة أيها الإخوة لا يستشعرها إلا المؤمنون، إلا الصادقون، إلا الأخيار. لا يستشعر هذه اللذة إلا الصادقون الأخيار أهل الفضل وأهل الإيمان. وتأملوا معي أيها الأحباب الكرام، حينما جاء الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أبو سعيد الخدري، جاء أبو سعيد الخدري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اسمع معي يا محب أيها المؤمن الصادق، اسمع يا عبد الله. جاء أبو سعيد الخدري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأنني تحت شجرة، رأيت في المنام كأني تحت شجرة، وسمعت الشجرة تقرأ سورة صاد، سمعت الشجرة تقرأ سورة صاد، فلما وصلت إلى السجدة سجدت لله سبحانه وتعالى. النجم والشجر يسجدان. لما وصلت الشجرة إلى آية السجدة من سورة صاد سجدت لله عز وجل، لأن كل ما في هذا الكون يسجد لله سبحانه وتعالى. ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كل ما في هذا الكون من الأشجار والأحجار والأنهار والأبقار والسماوات والأراضين والأمواج والأثباج والفجاج، كل ذلك يسبح الله عز وجل ويسجد لله رب العالمين. قال أبو سعيد الخدري: يا رسول الله، سمعت الشجرة عندما وصلت من سورة صاد إلى آية السجدة، حينما سجدت سمعتها تقول، ماذا تقول الشجرة؟ اللهم اكتب لي بها أجرا، اللهم اكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد، هل سجدت أنت؟ هل سجدت يا أبا سعيد؟ قال: لا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أولى بالسجود يا أبا سعيد، كنت أحق بالسجود من الشجرة يا أبا سعيد. قال أبو سعيد الخدري: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، وسمعته يقول في السجود ما قالته الشجرة في سجودها، ولا إله إلا الله، النجم والشجر يسجدان. السجود أيها الإخوة لا يعرف لذته إلا المؤمنون الصادقون. والسجود أيها الأحباب الكرام له فضائل وله فوائد عظيمة جدا. من بين هذه الفوائد رفع الدرجات وحط الخطيئات.
رفع الدرجات وحط الخطيئات. إذا أردت أيها المسلم أن يرفع الله لك الدرجات وأن يحط عنك السيئات والأوزار فأكثر من السجود للعزيز الغفار. إذا أردت أن يرفع الله سبحانه وتعالى لك المقام وأن يحط عنك السيئات والذنوب وأن يرفع لك الدرجات فأكثر من السجود بين يدي الملك المعبود سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود. عليك معنى عليك يعني إلزم كثرة السجود، أكثر من السجود، فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها سيئة. حينما يسجد المؤمن بين يدي الله سبحانه وتعالى فإن ذلك علامة على التذلل، على الانكسار، على الافتقار. تسجد الأعضاء كلها، هذه الأعضاء وهذه الجوارح، يسجد الإنسان على سبعة أعضاء، أعظم وأجمل وأجود وأرفع ما في هذا الجسم يسجد لله سبحانه وتعالى ويتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يحط الله عز وجل عنه السيئات ويرفع له الدرجات ويثقل له ميزان الحسنات فعليه بكثرة السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد أو لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة سبحانه وتعالى. من أسباب كفارة الذنوب ورفع الدرجات الإكثار من السجود. أكثر من السجود يا أخي المسلم، أكثر من السجود لله عز وجل. إذا أردت أن يغفر الله لك الذنوب ويرفع لك الدرجات عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله عز وجل درجة وحط عنك خطيئة سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحباب الكرام، من فضائل وفوائد السجود مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. من منا لا يريد أن يكون مرافقا لرسول الله؟ من منا لا يريد أن يكون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ من منا لا يريد أن يحظى بهذا الشرف أن يكون في مجلس يضم السيد الجليل محمدا؟ من؟ كلنا نشتاق ونتوق إلى أن يضمنا المجلس الذي يضم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن أعظم نعيم في الجنة بعد رؤية الله جل وعلا مرافقة النبي. مرة ثانية، أعظم نعيم في الجنة بعد رؤية الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم مرافقة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك سئل أحد الصالحين فقيل له: حدثنا عن الجنة، شوقنا عن الجنة. فقال: فيها رسول الله. لم يتحدث عن أنهارها وقصورها وحورها وجمالها وخيامها ولآليها وطعامها وشرابها وفواكهها، بل اختصر واختزل الحديث عن الجنة في كلمتين، فقال: فيها رسول الله. وأي نعيم أعظم من هذا؟ هل هنالك نعيم يعدل ويساوي هذا النعيم؟ أن تكون يوم القيامة رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها السادة الأعزاء، من فضائل السجود بين يدي الملك المعبود مرافقة صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أبشر، إذا أردت أن تكون مع النبي يوم القيامة فمرغ جبهتك في الأرض طاعة وتذللا وانكسارا وافتقار إلى ربك سبحانه جل وعلا. هذا شاب من الشباب، إنه ربيعة بن كعب بن الأسلمي. كان له من العمر 14 عاما، وكان خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بحاجته، فإذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم أو امتدت عينه إلى شيء معين فإن ربيعة بن كعب الأسلمي
يقوم بهذه المهمة ويقدم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، جعل من نفسه خادما لرسول الله الخادم الوفي المخلص ربيعة بن كعب الأسلمي. أتدرون كم كان سن هذا الرجل؟ أتدرون كيف كان كم كان سن هذا الشاب؟ إنه رجل ولو لم يبلغ مبلغ الرجال على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. إن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه كان خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له من العمر 14 عاما، وإن شئت فقل 14 سنة، لأن العدد يأتي مخالفا للمعدود كما هي القاعدة عند علماء اللغة. كان له من العمر 14 عاما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويشتاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفتأ أن تراه عند عتبة باب حجرة النبي. كم سنه؟ 14 عاما، باللغة المعاصرة، بلغة اليوم، سن المراهقة. وإن كنت لا أحب هذه التسمية، لأن المراهقة جاءت من الرهق، والرهق هو التعب، نقول سن البلوغ أو سن الشباب أفضل، لأن المراهقة تدل على التعب، والرهق في اللغة هو التعب والملل والنصب والكلل. أيها الأحباب الكرام، إن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بحاجته ووضوئه. الوضوء هو الماء الذي نتطهر ونتوضأ به. مرة من المرات وهو في ريعان الشباب وفي ربيع عمره وزهرة شبابه، 14 عاما، ويأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بطهوره أو بالماء الذي يتوضأ به ويقدم حاجته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدم ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل عند النبي، يشتغل عند النبي صلى الله عليه وسلم، موظف عند رسول الله. أعظم، هل هنالك مهمة أعظم أن تكون خادما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة: يا ربيعة، سل تعطى، سل، اطلب شي حاجة نعطيها لك، سل تعطى. فسكت هذا الشاب الفقير الذي لا يملك سكنا ولا بيتا ولا مالا ولا نقيرا ولا قطميرا، وطاف في مخيلته كل الأمنيات والمعطيات كل الأمنيات والأعطيات، سل. لكن ماذا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يطلب زوجة حسناء، ولا بيتا واسعة، ولا مالا ولا ثروة ولا منصبا، بل قال كلمة عظيمة جليلة: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. الله أكبر. سل يا ربيعة، أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. لم يطلب مالا ولا جاها ولا ثروة ولا زوجة ولا شيئا من هذا القبيل، بل أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. يريد أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت أيها المسلم أن يحصل لك هذا الشرف وأن تنال هذا المقام العظيم وهذا النزل الجليل، فعليك بكثرة السجود لله عز وجل. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لربيعة ابن كعب الأسلمي حينما قال له: أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ واش بغيتي شي حاجة أخرى؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني إلا بغيتي تكون معي في الجنة، إلا بغيتي تكون معي في الجنة يوم القيامة، أكثر من السجود، وأطل السجود، ومرغ جبهتك وأنفك في التراب طاعة لمسبب الأسباب وهازم الأحزاب وخالق آدم من تراب سبحانه جل وعلا.
قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ولذلك أيها الأحباب الكرام، من أراد أن يحظى بهذا الشرف العظيم أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أن يكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في الجنة، فليكثر من السجود بين يدي الله جل جلاله. أيها الأحباب الكرام، من فضائل وفوائد السجود لله عز وجل أيضا أن الساجدين الذين يمرغون وجوههم وجباههم وألوفهم في التراب طاعة لله عز وجل يبعثون يوم القيامة غرا محجلين. ما معنى غرا محجلين؟ أي وجوههم متلألئة مشرقة مبيضة. يبين الله عز وجل يوم القيامة وجوههم، يبعث الله عز وجل هؤلاء يوم القيامة الذين يكثرون من السجود ويطيلون السجود، يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة وجوههم مبيضة متلألئة مشرقة متلألئة ناصعة ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. المدمنون المكثرون الذين يطيلون السجود يبعثون يوم القيامة غرا محجلين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: تردون علي يوم القيامة غرا محجلين. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة من أثر الوضوء والسجود ومن كثرة السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرد الناس على الحوض كما يرد صاحب الإبل إبل غيره، كما يرد صاحب الإبل إبل غيره. فقيل: يا رسول الله كيف تعرفنا؟ قال: إنكم تبعثون يوم القيامة غرا محجلين. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنصاره وأتباعه ومحبيه وحواريه من أثر السجود والوضوء، هكذا يعرفون يوم القيامة. فإذا أردت يوم القيامة أن تكون من الذين يردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فالإكثار من السجود. الله الله في السجود، الله الله في السجود. لكن أيها الأحباب الكرام، أسأل نفسي الضعيفة وأسألك يا أخي المسلم: هل تذوقنا مرة لذة السجود؟ هل تذوقنا مرة لذة السجود؟ لذة السجود له لذة، السجود له حلاوة، السجود له نكهة. كان بعض السلف إذا سجد يسجد بعد صلاة المغرب ولا يقوم من سجوده حتى يؤذن المؤذن لصلاة العشاء. لماذا؟ لأنه يجد لذة وحلاوة وطمأنينة وانشراحا وهو في السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما نحن في زماننا ننقر الصلاة كما ينقر الغراب الدم ولا إله إلا الله. أين هي الطمأنينة في السجود؟ أين هي التلذذ، أو أين هو التلذذ بالسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ كان بعض السلف إذا سجد كأنه عود، كأنه جذع شجرة، تأتي الطيور فتقع عليه تحسبه جذع شجرة. لماذا أيها الأحباب الكرام؟ لأنه يطمئن في سجوده ويتلذذ بالسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكيف حالي وكيف حالنا أيها الإخوة مع السجود؟ كم نسجد في اليوم في الصلوات الخمس؟ ناهيك عن النوافل، فهل وجدنا مرة لذة السجود؟ إذا لم تجد أيها المسلم، أو إذا لم نجد جميعا لذة السجود، فينبغي أن نعيد حساباتنا مع صلاتنا. إذا لم تجد لذة السجود فأعد حساباتك مع صلاتك وسجودك، لأن المؤمنين السابقين المخلصين المخلصين المشتاقين كانوا يتلذذون بالسجود، كانوا يجدون طمأنينة وراحة في السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما حالنا فلا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعي التابعين، ومن صار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، من فضائل وفوائد السجود أيضا أن الإنسان يتذكر أصله، أن الإنسان يتذكر بالسجود أصله. ما هو أصلك أيها الإنسان؟ من ماذا خلق الإنسان؟ هل خلق من اللؤلؤ، من الياقوت، من الزبرجد، من الذهب؟ خلق الإنسان من تراب، ويسير على هذا التراب، وسيعود إلى هذا التراب، وسيخرج وينشر من هذا التراب. مما خلق الإنسان؟ خلق من تراب. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. لدول الموت وبنور الخراب، لدول الموت وبنور الخراب، فكلكم يصير إلى ذهاب، لمن نبني ونحن إلى تراب، نصير كما خلقنا من تراب. حينما يضع الإنسان جبهته وأنفه ووجهه ورأسه على الأرض، يتذكر الأصل والمصير، أنه خلق من تراب وسيعود إلى هذا التراب. فمن فوائد وفضائل السجود أن يتذكر الإنسان أصله ومصيره، وهو أنك خلقت من تراب وستعود في يوم من الأيام إلى هذا التراب. ولذلك يقول أحد الصالحين: عجبت لابن آدم، عجبت لابن آدم كيف يتكبر على الله عز وجل وقد خرج من مجرى البول مرتين. عجبت لابن آدم كيف يتكبر على الله عز وجل وقد خرج من مجرى البول مرتين، مرة من صلب أبيه ومرة من رحم أمه، مرة من صلب أبيه ومرة من رحم أمه. مجرى البول مرتين، صلب الأب ورحم الأم. ويقول بعض الصالحين أيضا: إذا أردنا أن نعرف الإنسان، ما هو الإنسان؟ هذا الإنسان الذي يتكبر على الله عز وجل ولا يسجد لله سبحانه وتعالى، ولا يتذلل لله تعالى، ولا ينكسر لله سبحانه وتعالى. من هو الإنسان؟ أوله نطفة مذرة، أوله نطفة مذرة، وأوله نطفة مذرة، وآخره جيفة قذرة، وهو بين هذا وذاك يحمل العذرة، أي الغائط أعزكم الله. الإنسان أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين هذا وذاك يحمل العذرة. فاللهم إني أسألك وتوجه إليك في هذه الساعة أن توفقنا للأعمال الصالحة. اللهم وفقنا لكثرة السجود، اللهم وفقنا لكثرة السجود، اللهم يسر أمورنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر ذنوبنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم داوي جراحنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم لا تدع لنا في هذا المقام العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا أديته، ولا كربا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم اشف مرضانا، اللهم داوي جراحنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم فرج كروبنا، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا كله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنون. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا،
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم احفظ شبابنا وشاباتنا، اللهم احفظ شبابنا وشاباتنا، اللهم احفظ شبابنا وشاباتنا، اللهم وفقهم لكل خير. اللهم بارك في أزواجنا وبارك في أولادنا وبارك في ذريتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا يا رب العالمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم احفظ هذا البلد واحفظ هذا، اللهم احفظنا في هذا البلد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كفر خيرات هذا البلد، اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تحفظه من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة. اللهم فرج كروبنا واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا. اللهم إنا بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تخيبنا، وإليك نلجأ فلا تطردنا. اللهم إنا إليك نلجأ فلا تطردنا. اللهم إن طردتنا عن بابك فبباب من نقف. اللهم إن طردتنا عن بابك فبباب من نقف. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. أخونا الحاج حسين بوتكجوف لا يزال في المستشفى، اللهم اشفيه يا رب العالمين، اللهم داويه بدوائك، اللهم ارفع عنه الداء، اللهم انزل عليه الدواء. اللهم إنا نسألك أن تشفيه شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللي عنده شي ميت اللهم ارحمه، اللهم ارحم أمواتنا، اللي عنده الوالد ولا الوالده ماتوا اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اعف عنهم وعافهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم احسن ضيافتهم. اللي عنده شي مريض الان في المستشفى اللهم اشفي يا رب العالمين، اللهم اشفي يا رب العالمين، اللهم داوي جراحنا واغفر ذنوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم بارك في هذا المسجد، وبارك في عمار هذا المسجد، وبارك في الإخوة الذين يأتون لهذا المسجد، اللهم بارك في رواد هذا المسجد يا رب العالمين، اللهم وفق الإخوة القائمين على هذا المركز، اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا، وفرج كروبنا واستر عوراتنا، اللهم لا تدع لنا في هذا المقام العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا أديته، ولا كربا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم داوي جراحنا، اللهم بارك في شيوخنا وبارك في رجالنا وبارك في نسائنا. اللهم من كان منا مريضا فاشفيه، ومن كان منا مديونا فأد عنا ديون الدنيا وديون الآخرة. اللهم بارك في أولادنا، اللهم وفقهم في دراستهم، اللهم ارزقهم التوفيق والهدى والرشاد والسداد، إنك لا تخلف الميعاد. آمين 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 يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.